Okay. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها اليوم لأمتي الحبيبة في أنحاء الأرض، لا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأن كثيرا من الناس قد انشغل عما هو آت وانحرف عن منهج رب الأرض والسماوات. إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها قلوبنا وأن يعيننا لنصحح بها واقعنا لنسعد في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلت أيها الأكارم أتحدث مع حضراتكم في العلامات الصغرى للساعة، وسأكتفي بحلقة الليلة إن شاء الله تعالى في العلامات الصغرى، لأبدأ الحديث غدا إن شاء الله عز وجل في العلامات الكبرى للساعة. والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من العلامات الصغرى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وفي رواية البخاري أن يرفع العلم وينقص العمل ويظهر الجهل، وفي رواية في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قد يقول قائل: كيف تقول يظهر الجهل ويرفع العلم
ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم. ليس المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم الدنيا، وإنما علم الآخرة، علم القرآن والسنة. أما علم الدنيا فهو في ازدياد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن أن علم الدنيا سيكون في زيادة. نعم المراد بالعلم في الأحاديث الأولى التي ذكرتها علم القرآن والسنة، العلم بالآخرة. أما علم الدنيا ففي زيادة كما هو الواقع الآن. قال الله جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وماذا قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال الصادق: بين يدي الساعة ظهور القلم، ظهور القلم، ظهور الكتابة، انتشار علم الدنيا، ظهر القلم وانتشرت الكتابة بصورة ملفتة، لا سيما بعد آلات الطباعة الحديثة التي تطبع آلاف بل ملايين الكلمات في الدقيقة الواحدة. انتشرت الكتب والصحف والجرائد والمجلات وظهر القلم وكثرت الكتابة بصورة ملفتة، فعلم الدنيا في ازدياد في الوقت الذي قل فيه العلم بالقرآن والسنة، بل وظهر فعلا الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أؤكد لكم جميعا أيها الأفاضل، وسامحوني على هذا الكلام الشديد، أكثر أهل الأرض جهلاء برب الأرض والسماء وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء وبدين الله سبحانه وتعالى. كلام خطير ده يا شيخ محمد اللي بتقوله. أؤكد وأكرر، أكثر أهل الأرض يجهلون الله جل وعلا، يجهلون المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجهلون هذا الدين. اسمع معي وتدبر قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم، تدبر القرآن. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا أن أكثر أهل الأرض جهلاء برب السماء والأرض وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء محمد بن عبد الله، وجهلاء بالدين الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا لأهل الأرض ولأهل السماء. إن الدين عند الله الإسلام. أكثر أهل الأرض كفر بالله جل وعلا، لم يحقق التوحيد بالله ولم يحقق الإيمان برسول الله. أكثر من 6 مليار لم يعرف الله جل وعلا. الأمة الآن 1.3 مليار تقريبا، منهم من الأمة الميمونة المرحومة، منهم من لا يعرف أركان الدين معرفة حقيقية صحيحة على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ظهر الجهل فعلا بالقرآن وبالسنة وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأركان هذا الدين. يعني أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها، فرض عين أن يتعرف على التوحيد، أن يتعرف على الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إن كان من أهل القدرة والاستطاعة، وأن يتعرف على الزكاة إن كان من أهل الزكاة. أما التوحيد، أما الصلاة، فلا عذر لمسلم على وجه الأرض إن جهل هذه الأركان، لأن العلم بها
فرض عين على كل مسلم ومسلمة. طيب أنا معلش اسمحوا لي وسامحوني أقول، لو طرح كثير من أحبابنا هذه الأسئلة على نفسه الآن، يا ترى ما علمه بها؟ الركن الأول من أركان الإسلام توحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي مقتضيات التوحيد؟ ما هي نواقض التوحيد؟ ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله؟ أسئلة مهمة جدا. طب الصلاة، ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ بالنسبة لأخواتنا الفضليات، ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ وما حكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء؟ أسئلة في غاية الأهمية. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم بأركان دينه، أن يكون على علم بصلاته. الصلاة لها 15 ركن، على سبيل المثال الصلاة لها 15 ركنا، لابد من أن تحقق لها 15 ركنا. طيب هل يا ترى كثير من أحبابنا وأخواتنا كم يعرف من هذه الأركان؟ والله لا أقول ذلك إلا لأبين لحضراتكم بالفعل أن جهلا فاضحا قد وقع في الأرض بين أهل الأرض بصفة عامة، وبين كثير من إخواننا وأخواتنا من المسلمين بصفة خاصة، بما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم به وعلى بصيرة به. والسبب في ذلك أن العلم قد رفع، أقصد العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة، لأن كثيرا من الناس قد انشغل عن الآخرة وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وشغلته الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب كيف يرفع العلم؟ كيف يرفع العلم؟ وهذا موضوع في منتهى الخطورة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رفع العلم أيها الأفاضل ليس معناه أن ينام الرجل يوما أو ليلة.